حسين، واحنا عرايس في ايديك بتلعبها زي ما انت عاوز، اتجوزوا اتطلقوا. لا يا حسين لا، سهم مراتي وحبيبتي ولا يمكن هفرط فيها ابدا. معقولة؟ معقولة يوسف اخويا اللي انا مربيه يطمع في مراتي؟ مراتك ما بقتش مراتك يا حسين، انت طلقتها بارادتك. طلقتها عشان احميها واحمي مستقبلها، كنت خايف عليها لا تتبهدل من بعدي، لكن دلوقتي انا خلاص خفيت وبقيت زي الاول. واحنا ما بقيناش زي الاول، انا وسهام بنحب بعض ومفيش قوه هتفرقنا. معقول يوسف اخويا اللي ربيته وضيعت عليه شبابي وسنين عمري يخوني؟ لا يا حسين لا، احنا ما كناكش، احنا بنحبك يا حسين. حسين انا مستعد اديك عمري لكن مراتي لا. لا اخرج من بيتي، مش عايز اعرفك، مش عايز اشوف وشك تاني، انا ماليش اخوات. برا برا. لا مؤاخذة، لو كنت تلعب غلط. أطلع على رجلي.
مساء الخير. مساء الخير. معقول يا سهام لما تشوفيني تتخض كده؟ ده انا عملت المستحيل عشان اوفر لك الامان. انا اسفه قوي، انا اصلا اتفاجئت انك موجود. يا ترى هتسمحي لي ادخل؟ طبعا اتفضل. انت خايفه مني يا سهام؟ معقوله؟ ده بيت اخويا، ومهما كان احساسي ناحيتك فالبيت ده ليه حرمه لازم احافظ عليها. انا جاي ارجوكي تقنعي يوسف يرجع البيت. البيت صعب عليا، انت ويوسف، كل حته في البيت بتفكرني بيكم. سامحوني، انا كنت اناني، انما الظاهر الواحد لما بيبقى في سني بيبقى طمعان قوي في الدنيا. خلاص يا يوسف، مش ممكن حياتنا هترجع زي ما كانت. انت بتقولي ايه يا سام؟ عايزه تسيبيني بعد ده كله؟ حسين بالنسبه لي ما كانش مجرد اخ، ده كان كل حاجه في حياتي. ارجوك ما تعذبينيش اكتر وتكملي عليا. حسين هيفضل بينا. اللي انت حت...